أكثر من 75% من المتداولين في أسواق المال بيحققوا خسائر بشكل مستمر، وبالتالي بيبتدوا يلجأوا لحاجة زي اليوتيوب ويتفرجوا على فيديوهات في التحليل الفني والتحليل المالي، لكن في النهاية النتيجة بتكون برضه خسائر. إيه بقى المشكلة؟ الموضوع بيكون لسببين. أول سبب بالنسبة لنا هو التشتت، التشتت في إدارة المحفظة نفسها، عدم التنويع بين الأسهم، عدم الإدارة المالية بشكل كويس. والسبب الثاني هو بيكون عدم التطبيق الكافي. الفكرة إن هو بيتفرج على فيديو كويس فيشوفه ما بيطبقش، بيبتدي يتداول بناء على الفيديو ده من غير ما يطبق عليه لفترة طويلة. عشان كده إحنا في ماركت لاب بنحاول إن إحنا نصمم بيئة تداول مميزة للمتداولين في أسواق المال. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقدم 3 نقط مهمين جدا. اول نقطة بتكون معانا التعليم، تاني نقطة التطبيق، تالت نقطة بتكون المساعدة. اول حاجة عندنا هي التعليم، واللي بينطبق عليه برنامج اكتر من 20 ساعة لايف على الزوم بنناقش فيهم مع بعض التحليل الفني والتحليل المالي. بنبدأ بالتحليل الفني، بندرس مجموعة من ادوات التداول اللي تساعدنا في التحليل الفني بشكل قوي، زي العرض والطلب، زي البرايس اكشن، زي التحليل الحجمي، وغيرها كتير من الادوات المساعدة في التحليل الفني. وفي الاخر بنقدر نوصل بالطرق دي ان احنا نكون استراتيجيات تداول طبقا لطبيعتنا، طبقا لظروفنا في التداول، طبقا لشخصيتنا، وطبقا لمحفظتنا الاستثمارية. وتالت حاجة بتكون معانا هي ادارة المخاطر. بالرغم من ان كلنا عارفين ان ادارة المخاطر تعتبر هي العامل الاهم، الا ان ادارة المخاطر هي اكتر مسبب للخسارة للمتداولين في اسواق المال، بسبب واحد، ان المستثمرين مش بيقدروا بشكل كويس ان هم ينوعوا محفظتهم على الاسهم. عشان كده هنتعلم مع بعض ازاي ندير المحفظة بشكل مميز، ازاي نستخدم برنامج الاكسل في عمل شيت نقدر نقسم بيه أسهمنا على المحفظة، وبالتالي ما نتعلقش مع بعض في الأسهم. وبكده تكون انتهت مرحلتنا التدريبية اللي هي أول مرحلة في البيئة أو في بيئة التداول اللي بتقدمها شركة ماركت لاب. بعد كده بنروح للمرحلة الثانية، وهي مرحلة التطبيق، اللي زي ما قلنا تعتبر أهم مرحلة، لان احنا بنكون موجودين مع حضراتكم على مدار 3 شهور بنطبق بس على اللي اتعلمناه. بنكون كلنا موجودين في جروب واحد، بكون مع حضراتكم، بيكون معانا مجموعه تانية من المحللين سواء الفنيين او الماليين، بنطبق كل اللي درسناه على السوق لايف. كل يوم بيكون في روم تداول لايف بنتابع فيها السوق، بندخل مع بعض صفقات لايف، بنعرف ازاي ندير المحفظه بشكل كامل. وبكده نكون خلصنا المرحله الاولى من البرنامج بتاعنا، وهو المرحله التدريبيه. بنبتدي ننتقل بعد كده لمرحلة التطبيق، واللي فيها بنكون موجودين مع بعض على جروب على التليجرام لمدة 3 شهور، بنطبق فيه كل اللي اتعلمناه، بناخد صفقات لايف مع بعض، بنناقش الفرص الموجودة، بيكون معاكم ناس او محللين بيقدروا يردوا على كل الاستفسارات اللي بتيجي على الجروب. وبعد كده بيكون النقطة الثالثة، انت دلوقتي خلاص بقيت متداول، معاك اسس فنية ومالية كويسة جدا، طبقت بشكل كويس. نيجي لثالث مرحلة، وهي التداول اللي بنساعدك فيها عن طريق روم لايف يومية بنقدمها على الزوم للي موجودين معانا، بالاضافة الى ان بيكون موجود معاك مجموعة من المحللين الفنيين والماليين بيساعدوك سواء في التوصيات وانتقاء الصفقات بشكل مميز، وايضا في الرد على استفساراتك وتحليلاتك. وبكده نبقى غطينا كل الجوانب اللي بيحتاجها المتداول من ناحية التعليم والتطبيق والمساعدة كمان في التداول. فلو حابب تكون معانا في الراوند القادم للبرنامج التدريبي ده، تقدر تتواصل معانا من اللينك الموجود تحت الفيديو.